السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكل متابعين قناة الأستاذة مزين. مرحبا بالتلاميذ اللي راكم تشاهدوا فينا، الأولياء وحتى الأساتذة. إذا هذا الموضوع اللي راح أمامكم هو موضوع امتحان الفصل الثالث لمادة التربية المدنية للسنة الثانية متوسط. خذينا من إحدى صفحات الفيسبوك للأمانة العلمية فقط، أنا راح نحاول نحل معاكم ونتعرفوا على الحل النموذجي له. جيد، نبدأ على بركة الله في حله. الجزء الأول، لاحظوا معايا السياق وش يقول. والكثير لا يعلم عن أهمية الانتخابات، فمن الفوائد التي تعكس أهميتها أن المواطن يشارك بصوته لمن يراه مناسبا وقادرا على تحمل المسؤولية وبالتالي تأدية الحق والواجب والمشاركة في صنع القرار وحسن اختيار ممثليه في مختلف المجالس المنتخبة، سواء المجلس الشعبي البلدي أو الولائي أو الوطني. المطلوب واللي هي التعليمة، قال لك عرف ما تحته خط في السند. عندنا الانتخابات والمجالس المنتخبة اللي تطرقنا لهم في الدرسين السابقين تاع المقطع الثالث، درس تاع الانتخابات ودرس المجالس المنتخبة. تعريف الانتخابات هي عملية إجرائية للتعبير عن الرأي باختيار الأشخاص القادرون على تحمل المسؤولية في منصب معين. المجالس المنتخبة هي ركيزة من ركائز الأنظمة تتكون من ممثلي الشعب على مستوى المجلس الشعبي البلدي الولائي الوطني. 2. قارن بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من حيث العدد ومدة الانتخاب. الجدول راكم تشوفوا فيه أمامكم، عندنا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في زوج، هما عبارة عن على المستوى الوطني والذي نسميهم السلطة التشريعية ولا نطلقوا عليه اسم البرلمان. العدد تاع الأعضاء هو 462 عضو، أما مجلس الأمة أعضاؤها 144 عضو. مدة الانتخاب 5 سنوات وتتجدد، أما مجلس الأمة 6 سنوات وتتجدد تشكيلته بالنصف كل 3 سنوات. سؤال آخر، كيف يتحمل المواطن المسؤولية في اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة؟ 1. حسن اختيار ممثليه في المجالس، يعني المجلس الولائي الوطني وحتى البلدي. 2. المشاركة في صنع القرار. 3. تحكيم الضمير الوطني في اختيار المترشحين الأكفاء. تأدية الحق والواجب مثل ما نص عليه الدستور. ننتقل إلى الجزء الخاص بالوضعية الإدماجية. نقرأ نص الوضعية وش يقول. بمناسبة الانتخابات المحلية، عندها البلدية والولائية، سألك شقيقك كيف تجرى الانتخابات، معناتها مراحل سير العملية الانتخابية، فقررت أن تشرح له. هذا هو الموضوع تاعك. السند، تعتبر الحملة الانتخابية إحدى المراحل التي تلي عملية الترشح، وهي عملية التعريف بالبرنامج. السند 2، أداء الواجب الانتخابي حق وواجب. التعليمة، اعتمادا على السندات وعلى ضوء ما درست، اكتب فقرة لا تتجاوز 10 أسطر تجيب فيها شقيقك مبينا فيها خطوات العملية الانتخابية وأهمية الانتخاب.
إذن الوضعية حول الانتخابات، راح ندير لكم هذه الوضعية اللي راهي موجودة أمامي، لكن عندي فقط ملاحظة. الوضعية هذه اللي راهي موجودة أمامي ما فيهاش أهمية الانتخابات. نقدر أنا يطلب مني ديجا هكذا أقول التلاميذ، أنا الوضعية اللي نمدهم ولا اللي نحطهم في القائنات تاعي ما تحفظهمش، ادي منهم فقط الأفكار، ادي معلومات من المقدمة ومعلومات من الخاتمة، والعرض درس راك حافظه، والعرض نتايا يتبدل حسب واش طلب منك في التعليمة. مثلا أنا يا التعليمة هنايا قال لي ندير سير إجراءات الانتخابات، ونزيد معاها الأهمية تاع الانتخابات. لذا ثم راح نموديفي الفقرة تاعي تتبدل. نقرأ المقدمة واش تقول. تنتهج الأنظمة الديمقراطية الحالية نظام الانتخابات، والجزائر أحد البلدان، فما هي مراحل سير عملياتها الانتخابية؟ ونزيد هنا كلمة وما هي أهميتها. الانتخابات هي العملية الرسمية لاختيار شخص لتولي منصب ما، بحيث تتم عبر مجموعة من المراحل، بداية بتحديد يوم الانتخاب، ثم قيام المترشحين ومناضلي الأحزاب بالحملة الانتخابية، بعدها شروع الناخبين في الاقتراع، وذلك بالتوجه نحو مكاتب التصويت مصطحبين معهم بطاقة الناخب، ويختارون في شفافية ممثليهم، ويثبت تصويتهم ببصمة السبابة اليسرى على قائمة التوقيعات، وبعد نهاية المدة المحددة للاقتراع يتم الفرز، وتعلن النتائج التي تحدد الفائزين. هنايا أنا ما نحبسش هنايا، نزيد على الأقل جملة واحدة ولا زوج على أهمية الانتخابات. مثلا نقولوا بلي وحيث أنه هذه الانتخابات لها فوائد كمشاركة المواطن بصوته وعن طريق لمن يراه مناسبا، وتحمل المسؤولية، وأيضا من أهميتها يؤدي المواطن حقه ويؤدي واجبته، تأدية الحق والواجب. الخاتمة وش تقول؟ وهكذا تتم العملية الانتخابية النزيهة لتكون عنصرا ضروريا وأساسيا لبيئة تحمي الإنسان وتعززها. هذا هو الموضوع الخاص بنهار اليوم، راح نصوره ونحطه في الصفحة تاعي اللي موجودة في الفيسبوك. الصفحة تاعي موجودة، تلقاو الرابط تاعها في صندوق الوصف، وإذا ما لقيتوهاش سهل، روح بك ادخل لي الصفحة واكتب الأستاذة مزين راح تخرج لك. والحساب تاعي على الانستغرام اللي هو بروف مزين. إذن وصلنا لنهاية الفيديو، خليكم في أمان الله ورعايته، وشكرا لكم على حسن الإصغاء والمشاهدة.